المؤسسة هي الآن كتشتغل، هي 30 سنة هي كتشتغل، ومن بعد سيدنا تكرم علينا بواحد المقر في حي طارق في 2009. والمؤسسة طبعا كتشتغل على عدة أنشطة، منها الفن التشكيلي، منها الطبخ، منها الخياطة، منها الدراسة، الأعمال اليدوية، وبيان سور التدريس. المعرض هذا صراحة هذا الشيء غادي لسنة، وطبعا التحقت بنا الأستاذة رجاء سايس اللي كانت كتشتغل في الرباط وفي القنيطرة، وجبناها لفاس وشطات معنا سنة، وكان المجهود هو اللي كتشوف قباتك الآن هذا، واللي خرجنا طاقات من هاد الوليدات، واكتشفنا حتى حويجات داخلهم اللي كانوا مكتومين بفضل الفن التشكيلي. يعني اكتشفنا المواهب، واكتشفنا حتى المشاكل اللي عندهم، ويعني وعالجناهم بطريقة الفن. رجاء سايس فنانة تشكيلية ومؤطرة لورشات فن تشكيلي مع أطفال عندهم إعاقة ذهنية. المشروع هذا اللي اشتغلنا عليه دام مدة سنة، واللي كان نتيجته هذا المعرض. المعرض هو نتيجة ديال كما قلت الخدمة ديالي مدة سنة مع هاد الأطفال، هو كان أطرهم من ناحية فنية تشكيلية، كان أعطيهم تقنيات في الفن التشكيلي اللي فيها جميع الميثود، منها الصباغة، تقنية الصباغة، تقنية الرسم، سيراميك الفخار والنحت. هاد التقنيات هي بيغمون فنية ديال الفنانين التشكيليين اللي كنعمل عليها معاهم. كنحاول من خلال هذيك التقنيات نعلمهم التقنيات باش كيقدروا يعبروا على العالم ديالهم، لان الفن هو تعبير على واحد العالم ديال واحد الناس ولا واحد البيئه واحد المجتمع. بغيت الشهدي وزاني مؤسسة الامير مولاي بلاد بالاحتياجات الخاصه، كما كتشوفوا هذه اللوحه انا اللي صيبتها، زعما هاد اللوحه كتهضر على الطبيعه كما كتشوفوا. هذا الربيع، وهذا البحر فوق من السماء، والصخره والشجر والطيور كي من فوق منه. انا فرحانه بهذا المعرض هذا، تشكر استاذ رجاء ونشكر الجمعيه ديالنا بزاف، المديره والمكتب، تشكر الجميع، شكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.